طب مستني بس الكلب يخلص علشان نبدأ المقدمة بتاعتنا بس، يعني عشان معلش يعني الراجل مشغول، واحنا عارفين ان اي حاجة بتواجهنا احنا كصناع محتوى اللي هو الدنيا كلها بتتغير لما تفكر تحط الكاميرا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا اسطى خلص بقى، يا اسطى ارحمنا بقى يا عمي، ارحمنا يا باشا، ارحمنا يا باشا، ارحمنا. طب انا نسيت الكلمتين، طيب حرام عليك، حرام عليك. خلص الحمد لله رب العالمين. نتكلم بقى على مباراه مانشستر يونايتد وفياريال. مش جاي اكلمك على افكار ابداعيه للسيد مايكل كاريك، لا لا لا، مايكل كاريك لسه ماسك الفرقه اساسا بقى له تدريبتين ثلاثه، او حتى مش تدريبتين ثلاثه، ده لسه ماسك الفرقه اول امبارح، فصعب ان هو يكون اشتغل على جمل خططيه او اشتغل على اي حاجه مختلفه الفرقه ما اشتغلتش عليها. فالفكره بتاعه دوني فان دي بيك 10 وبرونو احتياطي وفريد تحتيه وسكوت ماكدوناي دي ما عجبتنيش بصراحه، والفرقه كان شكلها سيء لحد ما برونو نزل. ولا جاي خالص اتكلم معاك على العظمه اللي بيقدمها دافيد دخيا والتصديات اللي دافيد دخيا بيعملها في كل مباراه لمانشستر يونايتد، ولا جاي اتكلم معاك خالص على ان كريستيانو رونالدو الفينش بتاعه بسم الله ما شاء الله، تبقى قاعد واثق ان الكوره جات لكريستيانو متقشره روليه متقدم هيعملها تشيب بلمح البصر مانشستر يونايتد هيسجل. انا جاي اتكلم معاك بقى على الحاجه اللي اتغيرت بجد، وايه هي؟ فريد. اه يا باشا، فريد طلع عمل ضغط عالي على باو توريس، غلط باو توريس والكره وصلت لكريستيانو في الهدف الاول، وفريد قطع الكره في الهدف الثاني، ومانشستر يونايتد بدا يعمل جمله على حد ما وصل لسانشو وسجل الهدف الثاني. يعني بسم الله ما شاء الله، فريد ساهم في الهدفين، ودي حاجه اساسا اتغيرت يا باشا، يا باشا دي روايح كده، ويعني بوادر تقول ان ممكن في طفره تحصل في مستوى لعيبه مانشستر يونايتد في خط النص. والله وارد، هو مايكل كاريك كان شغال مع اولي بس ممكن ان شاء الله باذن الله يقدر يغير في سكوت ماكدوناي ويغير في فريد ويقدر يطورهم، وارد جدا. بس مباراه هي كانت مليانه عك بصراحه، يعني مانشستر يونايتد قرر ان هو يدافع، سيب الكره لفيا ريال، وناي امري بيحب يمسك الكوره، بيحب يبدا من تحت، عنده حارس بيلعب برجليه زي روليه، الراجل صد كورتين حلوين في الماتش. باو توريس ورأورا البليو بيحب ان هم يبداوا من تحت. فريد بقى ايقن موضوع ان هو مش حرام انك تطلع تعمل ضغط عالي على الاثنين مساكين، واللقطه دي هي كانت الغيره المباراه. تخيل انت فريد لو كان خد خطوتين ثلاثه لورا وما ضغطش، يونايتد كان ممكن يسجل، رونالدو كان ممكن يعمل عظمه. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت النهارده هي ان فريد ايقن ان الضغط العالي مش حرام شرعا، ودي حاجه جديده يا باشا على يونايتد. والغريب بقى ان القائد هاري ماجواير هو مفترض انه يقدم ماتش حلو، لا هو ماجواير ما بيقدمش ماتشات حلوه يا باشا، هو او فيكتور لوندروف بس. اليكس تريس قدم ماتش كويس للامانه بتاعت ربنا، يعني هو وان بيساكا، بيساكا وتريس النهارده كانوا جيدين، حتى على الاقل ما كانوش بمدى السوق اللي بيقدموه في الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد النهارده المكسب بتاعه ان سانشو اخيرا دخل في الجيم معانا وبدا يفهم ان هو تسجيل الاهداف حاجه وارده، وترحيب بيه، مرحب بقدومك لينا يا باشا، ومرحب ان فريد اخيرا ايقن ان هو ممكن يعمل ضغط عالي على المدافعين بتاع الخصم، وان روي كين ممكن يطلع يعتذر لفريد بعد اللي حصل النهارده ويقول معلش يا ابني انت ممكن تصلح للعب في مانشستر يونايتد، بس اعتقد ان روي كين بعد التهزئه اللي كان بيهزقها لفريد وهاري ماجواير صعب ان هو يتراجع عن تصريحاته. ولو عايز نكمل على موضوع فريد وسكوت ماكدوناي وهاري ماجواير ده، فممكن تعمل لنا لايك، او مستني ان احنا نتكلم على العظمه اللي كريستيانو عملها، وان كريستيانو بيقود الفريق لوحده للوصول للدور القادم، وان هو بيبعد مانشستر يونايتد عن الجوله الاخيره وبيخليه يقف يتفرج كده على فيا ريال واتلانتا هما بيقطعوا بعض، ونستمتع احنا في مشاركه مانشستر يونايتد ويانج بويز لوحدنا كده، ويونايتد ممكن يتعثر قدام يانج بويز عادي جدا. فمانشستر يونايتد يمتلك كريستيانو، ونحن نعلم انه يمتلك دوري الابطال مسبقا. فلو انت لا تعلم هذا اعمل لنا لايك او سبسكرايب، اما لو زعك صوت الكلب فاعمل لك ايه يا اسطى، بقى لي ساعه مستنيه يخلص، بس هو ابن الذين مش راضي يخلص، الحمد لله خلص في اول 10 ثواني. شكرا يا اسطى على المشاهده.